بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة بعد مباراة النادي الأهلي والتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين وخسارة نقطتين مهمين جدا للنادي الأهلي. ردود أفعال قوية جدا بعد المباراة، وتصريحات كارثية للمدير الفني مارسيل كولر بعد نهاية مباراة الأهلي. هنتكلم عن كل حاجة، لكن بعد إذنك صلى على الحبيب لايك للفيديو وقول لي من وجهة نظرك مين المتسبب في خسارة الأهلي 5 نقاط من 6 نقاط في آخر مباراتين في الدوري المصري الممتاز. مارسيل كولر في ماتش البنك الأهلي طلع بعد المباراة ارتدى ثوب المدرب الشجاع وقال يا جماعة الغلطة غلطتي، أنا المتسبب وأنا السبب في الخسارة. وقلنا مش مشكلة، طالما المدرب اعترف بغلطه يبقى عارف الغلط اللي ارتكبه ايه، مش هيرتكبه تاني عشان الراجل اعترف وقال انا الغلطان ودي غلطتي وانا اللي اتحملها. في مباراة انبي في المؤتمر الصحفي قال لك لا، انا ماتش البنك الاهلي احنا خسرنا بفعل فاعل، احنا خسرنا بفعل الحكام، احنا مش جمهور الزمالك يا كولر. جمهور الاهلي مش جمهور الزمالك، جمهور الاهلي مش هنمشي ورا الحجج والمبررات الوهمية اللي بيحاول المدرب يقدمها لجمهور النادي الاهلي. انت بنفسك اعترفت وقلت ان المتسبب الاول والرئيسي في خسارة الاهلي قدام البنك هو المدير الفني للنادي الاهلي. مارسيل كولر النهاردة برضو بعد المباراة قال ان في 2 لعيبة نزلتهم في الشوط الثاني هم السبب في الخسارة، لانهم بيفكروا في نفسهم اكتر ما بيفكروا في الفريق، وقال ان انا ما عنديش وقت اعالج الاخطاء. طبعا فكرة ما عنديش وقت اعالج الاخطاء انا ابصم بالعشرة حقه، لكن مين اللي بيختار التشكيل؟ مين اللي ملبسنا انتوني موديست طول الوقت؟ مين اللي بيختار تغييرات غلط؟ مين اللي بيقعد طول الماتش قاعد 85 دقيقة و70 دقيقة و80 دقيقة ما بيغيرش؟ انت. فتصريح كارثي انك تطلع تقول لي ان 2 لعيبة بيلعبوا لنفسهم وانت عارفهم. طب طالما انت عارفهم ومتاكد ان الـ2 اللعيبه دول ما بيلعبوش غير لنفسهم، والـ2 اللعيبه دول نزلوا ما نفذوش ولا طبقوا اي حاجه انت قلتها لهم في التعليمات بتاعتك، ليه بتنزلهم من الاساس؟ وده معناه حاجه واحده بس، ان اللعيبه لا تحترم المدير الفني، ان اللعيبه مش عامله لك حساب. ما هو انت لو عامل لعيب لو عامل حساب ان في مدير فني هيعاقبه او هيحاسبه لو غلط او ما نفذش التعليمات، هينزل هياكل النجيله، هينزل هياكل النجيله. اللي يزعل ان الاهلي في اخر ماتشين في الدوري كل ما يتقدم ما يعرفش يحافظ على التقدم. تتقدم بهدف، الفرقه اللي قصادك تتعادل، تتقدم تتعادل، تتقدم تتعادل، وفي الاخر تتلبى الجون في 95 بعد ما كان النادي الاهلي ملك البلاس 90، بقى النادي الاهلي الفرقه الزبون اللي بيجي يشيل في الدقيقه 95 والدقيقه حاجه و90. 6 اهداف بتخش في النادي الاهلي في اخر مباراتين امام مرأة ومسمع من المدير الفني الفاقد للتركيز. ما تقنعنيش ان مارسيل كولر بتاع السنه الثانيه هو مارسيل كولر بتاع السنه الاولى، استحالة. ومعرفش هل دي عقدة، يعني اخر 3 مدربين اجانب في النادي الاهلي السنة الاولى بيبقى بيب جوارديولا بيعمل احلى اداء واحلى مستويات واربعات وخمسات وستات وتلاتات واداء ممتع وحاجة ممتعة، تيجي السنة التانية الدنيا بتبوظ. ما نعرفش ايه السبب. مدير الفني يفتقد للعدالة، مفيش عدالة ما بين اللاعبين. مارسيل كولر بيحب ويكره، والدليل انتوني موديست، ده اكبر دليل عندك. لعيب مشطب كوره، لعيب مبطل كوره، ومع هذا انت مصمم انك تلعبه على حساب هداف افريقيا السنه اللي فاتت كهربا وهدافك في البطولات المحليه محمود عبد المنعم كهربا. رحت جبت لاعب فلسطيني اسمه اسامه ابو علي وانت مقتنع بيه وبرضه مخليه بديل لانتوني موديست، اللي كل الناس اللي بتفهم كوره او لعبه كوره او تعرف ان الكوره مدوره مش مربعه عارفين ان انتوني موديست ده لعيب مشطب، وان تمسك كولر بلعب انتوني موديست في المباريات ما هو الا محاوله لاثبات انا صح. انا صح، جبت موديست من انبي وانا اللي عملت موديست وانا اللي طلعت موديست. مبررات كولر
سواء كان في الماتش ده او في اي ماتش الاهلي بيخسره او بيتعادله هي مبررات غير منطقيه. انك تسلم لعيبتك للاعلام وتسلم لعيبتك للجمهور انا بعتبرها جبن مش شجاعه، تهرب من المسؤوليه من المدير الفني للنادي الاهلي اللي اختار الصفقات حضرتك، اللي قبلت انك تخش الموسم وانت عندك نواقص وعوز واحتياجات حضرتك، اللي بيحط التشكيل حضرتك، اللي بيعمل التغييرات بعد الدقيقه 70 و80 بعد خراب مالطا حضرتك، انت المسؤول الاول عن السقوط. زي ما بالظبط لما بنكسب بنطلع نشيلك على الاكتاف ونقول كولر اسم الله عليه اسم الله عليه، لما يكون في خساره انت اللي تتحمل. احنا لسه ما خسرناش الدوري ولا خسرنا اي بطوله، لكن لابد من تصحيح المسار، لابد من تعديل الافكار، والاداره لابد ان تتدخل. ده الوقت اللي لازم نتدخل فيه كاداره. المركب بتغرق، السفينه اتشرخت، السفينه اتخرمت، لو ما لحقناش ولمينا الدنيا وعالجنا الثقوب اللي موجوده في السفينه، السفينه هتغرق بينا كلنا بالاداره اولهم. فلا بد من تدخل اداره النادي الاهلي على اللي بيحصل. كهربا عشان اوري لك بس ان انت كمدير فني بتحب وتكره كهربا، انت صنفته على انه رقم 3. كهربا ده رقم 1. كهربا هو اللي النهارده بالرغم انه بعيد، بالرغم انه مقضيها فول وسحور وسهر وزيت حار ولياقه بدنيه تعبانه، ومع هذا هو اللي جايب لك جنين النهارده. انت لو مهتم بكهربا وحطيت كهربا عندك رقم 1، هيرجع كهربا للياقه البدنيه بتاعه زمان، على الرغم ان هو لياقته البدنيه واقعه، الراجل جايب لك جنين النهارده. وبيثبت لك ان انت كمدير فني وجهه نظرك غلط. وجهه نظرك مبنيه على الحب والكره فقط. اللي بيحصل مع كهربا جريمه. جريمه مكتمله الاركان. اللي بيحصل مع وسام ابو علي جريمه. ما يبقاش عندي لاعب هو اللي مكسبني بطولات السنه اللي فاتت واجي اطلع للاعلام واقول ده رقم 3 بالنسبه لي، امال مين رقم 1 يا عمنا؟ مودست ابني. مودست ابني. عايز اقول اللي بيحصل في النادي الاهلي جرس انذار حقيقي للاداره وللجميع. والحمد لله، الحمد لله ان التعثر جه في ماتش في الدوري اللي هو ممكن تعوض. اللي هو احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم احنا لسه في اول الطريق، فممكن نعوض قدام، والمنافسين بيساعدونا مش مشكله، بيساعدونا ان هم بيقعوا برضه وبيتعادلوا وبيخسروا. لكن التعثر لو جه في افريقيا ببطوله، التغييرات ما تعرفش هو بينزل مين وبيطلع مين، ما تعرفش. النهارده انت بتلعب بلعيبه حتى وانت بادئ التشكيل بتلعب بلعيبه في غير اماكنها، بالرغم ان في لعيبه بره ما لعبتش. يعني عمر كمال يلعب باك رايت ويلعب بكريم بالدبيس باك ليفت، اعتقد هيكون احسن من عمر كمال واحسن من خالد عبد الفتاح في المركز بتاعه، وهو اثبت ده واكد ده. برغم ان الدوري المنافسين بتوعنا ضعاف، لكن احنا ماشيين في سكة دوري 2022. فاكرين الدوري بتاع 2022 اللي هو نكسب ونلعب فرق جون وندخل جون ونقعد نتدلع ونلعب تيكي تاكا وسيكي ماكا وفاكا فاكا، وفي الاخر نلبس في الدقيقة 80، نلبس في الدقيقة 85 جون التعادل او جون الهزيمة، وما نلحقش نعدل ولا نلحق نعمل اي حاجة في المباراة، ونفضل نقول هنكسب المؤجلات، هنكسب المؤجلات ونعدل ونظبط، نفضل زي ما احنا واحنا كسبانين نتدلع. لعيبة النادي الاهلي اخر 10 دقايق عمالين بيروحوا بكمية انفرادات مهولة، والمدرب واقف يتفرج، واللعيبه عماله تتدلع وتستهتر وتلعب لنفسها وبتعمل كل حاجه لنفسها لحد ما الدوري ضاع. وبرضه بقول لك رساله تحذير، احنا ماشيين في سكه دوري 2022. رئيس نادي انبي
اللي كابتن حلمي طولان قال عليه لما كان بيدرب انبي، لما كسبنا نادي الزمالك نزل الاوضه اللبس للعيبه، كسبنا الزمالك مش تعادلنا، كسبنا الزمالك، رئيس نادي انبي نزل للعيبه اوضه اللبس فقالوا له المكافئات يا باشمهندس، قال لهم مكافئات على ايه؟ انتوا كسبتوا الزمالك ولا ليها لازمه، انتوا كسبتوا النادي اللي انا بشجعه. النهارده انبي بيتعادل قدام النادي الاهلي، رئيس نادي انبي بيقرر صرف مكافئات اجاده للاعبين. هو ده المسؤول الابيض ابو خطين حمر. لما كسبوا الزمالك قال لهم انتوا ما عملتوش حاجه، انتوا كسبتوا الزمالك، فرقتي الحبيبه اللي قلبي بينبض باسمها. لما تعادلوا مع الاهلي ما كسبوش، يصرف، طلع يا باشا من الخزنه واصرف مكافئات فوريه للاعبين. عمرو اديب جات له على التبطاب، عمرو اديب فرحان، عمرو اديب مزقطط، عمرو اديب بيفرح ويرقص ويتنطط، حقه حقه يا ما شاف سواد من النادي الاهلي. فلما انت تيجي كنادي اهلي يبقى منظرك بالشكل ده في الملعب وتتعادل وتضيع نقاط تافهه، حق عمرو اديب يفرح، حق عمرو اديب يزقطط، حق عمرو اديب يرقص. عمرو اديب النهارده بيقول لك كده كده يا اهلي الدوري في 100 عقبه، دوري في الزمالك، الدوري في الزمالك. ليه؟ لان احنا اللي طمعنا الزمالك في الدوري. الزمالك هيبدا يخش المعمعه، نفسه هتتفتح. ليه؟ بسبب لعبتنا، بسبب مدربنا. الزمالك النهارده يقول لك ليه لا، طب ما افكر اكسب الدوري، ده الاهلي مستواه واقع، الاهلي الماتش الجاي هيلاعب زد، فرقه صعبه، الماتش اللي بعده الزمالك، فالزمالك يقول لك اكسب الاهلي هقرب اكتر واكتر واكتر وابدا احلم واطمع بالفوز بالدوري. عشان كده عمرو اديب بيقول لك الدوري في الزمالك. عمرو اديب اللي كان بيطلع يصيح النهارده فرحان ومزقطط، ليه؟ لان لعبتي هي اللي مخليه عمرو اديب يعمل كده، المدرب بتاعي هو اللي خلى عمرو اديب يعمل كده. كابتن شوبير بعد المباراه قال الدوري في خطر كبير جدا على الاهلي بالاخطاء الساذجه للفريق. كابتن شوبير قال ان اهم مميزات الاهلي كانت انه بيسجل في الوقت الضايع، دلوقتي اصبحت اهم عيوب النادي الاهلي انه يسمح دخول اهداف في مرمى. هو فين دور مدير الكوره كابتن خالد بيبو؟ فين دور مدير الكوره اللي المدرب بيقول لك انا في لعيبه بديها تعليمات بتنزل ما تطبقهاش؟ فين العقوبات يا كابتن؟ اللعيبه اللي بتسهر عزومات وسحور مع مش عارف مين وسحور فين وسهره هنا وسهره هنا ومدرك هنا ومدرك هنا، واللعيبه بقى ليها كرش في الملعب، حضرتك فين؟ حضرتك فين من اللعيبه بتاعتك اللي مقضياها سحور في خيم رمضان؟ انت عارف يعني ايه سحور في خيمه رمضانيه؟ يعني اللعيب بيرجع بيته 3 الفجر 4 الفجر، هينام امتى ويتدرب امتى ويفوق امتى؟ ده غير الوزن الزايد. انا عندي لعيبه في النادي الاهلي وصورها والفيديوهات موجوده عند خالد بيبو بتضرب فول وطعميه وزيوت وزيت حار، لعيبه كوره، لعيبه كوره، في وقت انت محتاج كل لاعب يكون في اعلى مستوياته البدنيه. ابراهيم فايق بيعلن اخيرا عن رحيله من قنوات اون تايم سبورتس وانتهاء علاقته بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. ابراهيم فايق واحد من افضل الاعلاميين على الاطلاق بالرغم انه زملكاوي، لكن خلينا نقول كلمه حق. النادي الاهلي لما بيكون كسبان او عامل حاجه ابراهيم فايق بيدي الاهلي حقه، ويكفي ان هو طلع لقب بابا الشغلانه على النادي الاهلي وعلى مارسيل كولر. البديل اعتقد ان البديل الاقرب والاقدر هو هاني حتحوت. هاني حتحوت هيكون خليفة ابراهيم فايق في قناة اون تايم سبورتس. طب هيروح فين ابراهيم فايق؟ اكيد على السعودية، قناة اس اس سي السعودية، بدأنا ب
طيب الذكر احمد عز، ثم تامر بدوي، ثم الان ابراهيم فايق، عشان نكمل الاستوديو في المملكه العربيه السعوديه او في قناه اس اس سي. السؤال، هل في احتماليه ان قناه اس اس سي تاخد حقوق بس مباريات في الدوري المصري؟ ما اعرفش، ما عنديش معلومه، ولكن يبدو ان المخطط كده. بعد مدحت شلبي يبقى في ابراهيم فايق، وهل ابراهيم فايق هيكون في ام بي سي مكان مهيب؟ بيني وبينكو ده انا عامل فرح، لان مع احترامي الكامل لمهيب لا يمتلك اي ابجديات لمهنيه اعلاميه، هو مراسل شاطر لكن كمقدم برامج ومحاور لا 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 اسف، فرق السما من العمى ما بين مهيب عبد الهادي وما بين ابراهيم فايق او اي اعلامي كبير. خلصت اخبارنا؟ خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام.